يا عيال، السلام عليكم، مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير يا جماعة. طبعا كشفنا على البيض وللأسف طلع كله خربان. والله كان أول ملقح، بس سبحان الله. تقريبا تغيير المكان على الزوج، لأنك عند صاحب عطني والله هدية، حطيته عندي هنا. تقريبا تغير على المكان بسبب كذا، يمكن خرب البيض. لكن حياكم الله، ان شاء الله معوضين خير. وهذا هو الزوج ومعهم فرخ، طبعا في فرخ من انتاج سابق، لكن ان شاء الله راح يبني عش جديد. هذا هو البياضة فاضية، او العش حقهم فاضي. فتحنا عشهم وكشفنا على البيض، وكله طلع 5 بيضات كلها طلعت فاسدة للأسف، يعني خربانة كلها. فتحت على الانترنت الان، ترجع للصندوق حقها، وإن شاء الله راح تبني عش ثاني، وإن شاء الله بالتوفيق. راح نثبت الآن محلها، ولا راح نغير إن شاء الله، لأن تغيير المكان يسبب عليها دمار للزوج. وحياكم الله وآسف على التأخير، ارحبوا.